شاب في العشرينات من العمر ذهب ليحضر الماء من البئر البعيدة عن منزلهم في الريف، فانزلقت قدمه وسقط فيها، ولم يعي بنفسه إلا بعد أن فاق من غيبوبة نصف شهر في المشفى. عارف عبد الله أحمد العطاب يصحو على كسور عدة في الحوض والكاحل وخلع في اليد جراء حادث السقوط. سقط للبئر ودخل في غيبوبة، ولا لي علم إلا بعد نصف شهر. يوم دي كلموني الجماعة يعني حدث لي أكسر في الحوض البولي في الكاحل والمرسل، وحالتي متعبة. بالنسبة للمريض عارف تعرض لحادث سقوط، أداله إلى عدة كسور متعددة في الحوض مع كسور في الكاحل الأيسر، وخضع إلى عدة عمليات، وكان المشكلة أيضا عند ضغط في الأعصاب وما زالت مؤثرة إلى الآن، ويحتاج إلى متابعة واحتمال إذا يحتاج عمليات أخرى. كسور عدة وحياة صعبة بات يشعر بها عارف الذي كان شابا يافعا في مقتبل العمر، ليصبح في ليلة وضحاها يشكو من كسور تملأ جسده وعمليات تلو الأخرى أقضت مضجع أهله وأصدقائه. حالة متعبة ومسكين يعني نطل من بير، وحالته متعبة وإحنا فاعلين خير، والرجل يعني ما بيش استطاعش يفعل العملية، وعد عليهم للعملية كذا كذا، وقع عنده كسور في الحوض وكسور في العود الفقري، وعنده في رجله في الكاحل وفي رجله الثانية هذه خرجت المفصل، ويحتاج الآن الباقي مساعدة. دفعوا الذي عليهم، باعوا الذي معهم، ما عاد استطاعوا يسددوا المستشفيات، باقي عليهم 4 مليون و5 في يريدون يساعدوا الرجل هذا يا رحمته يعني ما بيش معه، أخوته حتى أخوتهم متعبين ما بيش معهم، أبو مقعد ما بيش. اللي حابب يساعدنا الله يكتب أجره ويتواصل معنا على هذا الرقم 7285624-9، وعلى هذا الرقم 7032-7745. جزاهم الله خير، الله يكتب أجرهم. أجريت العمليات الضرورية بديون من الناس لتصل إلى 4 مليون ريال يمني، ولا زال بحاجة لعمليات فك المسامير وعمليات أخرى تصل أيضا إلى 4 مليون ريال يمني، وكلها ديون وهموم مجتمعة عليهم، وها هم يلجؤون إلى أهل الخير لفك كربة ابنهم وأسرته، لعل الله يفرج همه كل من مد يد العون له.